لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. حبيت نعطيكم نماذج للوجوه البائسة التي تؤيد هذا الدستور في حين الذين يرفضونه، سواء الذين يرفضون الذهاب، حتى نسبة من الذين يقولون نذهب إلى صناديق الاقتراع ليست لديها ثقة في السلطة، وأيضا هناك فئة كبيرة وواسعة من الجزائريين الذين أيدوا المسار الدستوري هم الآن يقفون غصة في حلق هذا الدستور الذي يراد تمريره، وهو عبارة عن قنبلة شظاياها إن تفجرت يوما ستأتي على حساب البلاد والعباد، وستمزق الجغرافيا الجزائرية وتفرق الديموغرافيا أيضا. هذه النماذج، نذهب مثلا إلى بن غرينا. تعلن الحركة عن موقفها الإيجابي من الدستور وتدعو الشعب الجزائري إلى التصويت عليه بنعم على مشروع هذا التعديل حماية لمسار التحول الوطني. هذا الجرينة أو هذا البن غرينا الذي كان وزيرا للسياحة وكان مسؤولا وكان مطبلا ومزمرا للائتلاف الرئاسي الذي كانت فيه حركة حمص مع الأرندي وجبهة التحرير، وطالما اجتمعوا وباركوا العهدات السابقة وما إلى ذلك، والتاريخ تعرفونه. هذا الرجل كان يوما ما فقط في ندوة صحفية مع جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير، جمال ولد عباس الذي يقبع في السجن بتهم الفساد، وحكم عليه أصلا، طالته أحكام قضائية بتهم الفساد. بن غرينا استمعوا، المبادرة عندها 3 أشهر وتحت عنوان التوافق الوطني، إلا أننا اليوم غيرنا التسمية، سميناها اللي نقدمها بعد كانت محل المدارة، سميناها مبادرة التوافق، عنوانها الجزائر للجميع، حتى تبقى باسم جديد آخر، وغيرنا التسمية. وأحيانا الوالد والوالدة يختلفوا على، والجدة يختلفوا على تسمية الولد، واحد يسميه علي، واحد يسميه الأخضر، واحد يسميه محمد. فاليوم خلينا واحد يسميه عبد العزيز، واحد يسميه عبد العزيز، واحد يسميه عبد العزيز، واحد يسميه كل واحد التسمية اللي عنده، والدكتور سماه باسم رئيس الحزب ورئيس الدولة رئيس عبد العزيز، كل واحد واش يسميه. نعم، حتى استمعتم، حتى سماله عبد العزيز، واحد يسميه عبد العزيز. هذه المبادرة كانت مبادرة، راح يلتحق هذا الحزب، هو حزب يعني ليس لديه شعبية كبيرة، ولكن في تلك الفترة جماعة المطبلين والمزمرين العهدة الخامسة يحتاجوا إلى مثل العناوين الكثيرة لتأييد العهدة الخامسة. المشروع كان مشروع العهدة الخامسة، وما زالت الظروف في ذلك الوقت لم يتم الإعلان عنها، فقط هذه القضية. بل أنه، استمعوا أيضا ما قال بن غرينا. السلام عليكم، عزيز طبعا من جريدة صوت الأحرار، عندي سؤال فيما يخص حركة البناء، هل تؤيدون ترشح رئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرئاسية الجديدة؟ وما هو تصور الحزبين لمصطلح الرئيس التوافقي للمرحلة القادمة؟ شكرا. أنا جبتها، تفضل. أشكرك أخي عزيز. تفضل أخي معالي الدكتور بعبارة قال، نحن في جبهة التحرير الوطني نلتمس أن نطلب من رئيس الجمهورية الاستمرار، وأمل جبهة التحرير الوطني أن يقبل هذه الدعوة. في حركة البناء الوطني يوم يقبل رئيس هذه الدعوة سوف يجتمع بالضرورة مجلس الشورى الوطني ويدرس كل الخيارات الممكنة له، لكن في قناعة عبد القادر بن غرينا أن المقاطعة غير واردة في استحقاق مثل هذا اللي هو استحقاق الرئاسي، وأن الحركة سوف تنخرط في استحقاق الانتخابات الرئاسية مع الدولة الجزائرية إما ترشحا أو
تحالفا بما يراه مجلس الشورى الوطني الذي ينعقد في الخريف المقبل مناسبا للدولة الجزائرية. كما لاحظت سأله الصحفي هل يؤيد العهدة، راوغ وهكذا ولم يكن صريح لأنه كانت في مرحلة التحضير فقط، وفي ذلك الوقت لما عقدوا هذه الندوة لم يعطى الضوء الأخضر جمال ولد عباس ولا لهذه الأحزاب كي يعلنوا رسميا عن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، لم يأتيهم الضوء الأخضر، لذلك بدأ يراوغ فقط، ولكنه كان مؤيدا للعهدة الخامسة في حركة البناء. لا نخوض انتخابات رئاسية، نحن نخوض انتخابات برلمانية وبلدية، ولا نترشح للانتخابات الرئاسية وإنما نرشح الأقرب إلينا من القيادات الوطنية في تسيير دواريب الحكم. في قناعتنا احنا كدعمنا لمؤسسات الدولة القائمة، نحن لا زلنا ندعم البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية. ايضا بنغرينا، حزب بنغرينا لم تكن لهم تطلعات ان يكون له ترشح يخوض الانتخابات الاخرى، ولكن لا يخوضون الانتخابات الرئاسية، ولكنه بعد ذلك خاض الانتخاب، بل أنه أعلن نفسه أنه سيكون هو الرئيس. كان رئيس الجمهورية القادم بإذن الله تعالى بنصر الله سبحانه وتعالى والتفاف الشعب. قد يقول واحد منا أن الأمور تغيرت، وأن فكرة في حركة البناء لا نخوض انتخابات رئاسية غيرتها المعادلة، غيرها الشارع الجزائري عندما تحرك، غيرتها المؤسسة العسكرية عندما غردت خارج سرب العصابة، مثل هذه الأمور تغيرت، فتغيرت المعادلة. وطبعا السياسة هذه، أنا لا أقول هذا الكلام كي أطعن في الرجل، المواقف السياسية تتغير، المبادئ لا تتغير، ولكن المواقف السياسية تتغير. فترة معينة هو يبحث عن فضاء إلى حزبه، رأى التوجهات كلها لصالح بوتفليقة مشى معاه، ولكن لما تغيرت المعادلة جاءت أطمع أن يكون رئيس جمهورية، فقال بل أنه نصب نفسه حتى أنه هو من رؤوس الحراك الشعبي، ونفى بذلك وغيب كل المناظرين الذين سجنوا والذين طوردوا في الخارج والذين تعرضوا إلى ما يبدى له الجبين، كل خرجهم وصار بنغرينا هو المناضل الكبير وصاحب الحراك الشعبي وصاحب الجبا. وهذه للأسف الشديد من البلاوي التي تبتلى بها الساحة السياسية الجزائرية. نعم قد يقول أنه تغيرت، ولكن أنه نعطيه تلك نموذج أن هذه القضايا ليست مبدئية، لأن القضية رفض الدستور قضية تتعلق بالمبادئ وليست بالمواقف السياسية، لأنه أعلى قانون في الدولة الجزائرية ولا في كل الدول هو الدستور. إذا كان هذا الدستور تعامل مع المبادئ بتلك الطريقة وتعامل مع هوية الجزائريين بما يفخخها، فالقضية لا تتعلق بمواقف سياسية بل تتعلق بمبادئ وقيم، وأعتقد أن هذه المبادئ والقيم لا يمتلكها هؤلاء الذين يطبلون ويزمرون حسب مصالحهم الشخصية أو حسب مصالحهم الحزبية أو حسب أطماعهم في تولي السلطة وبلوغ المناصب العليا في الدولة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.